عسلامة مسيو. عسلامة. مرحبا بي. وبيك يرحم والديك. سو انت واحد من معناها سكان ولايه بن عروس، حابين نسالوا كيفاش قاعدين معناها يتعاملوا المواطنين مع اضراب اللي صار اليوم في توزيع المياه؟ لا نحن من الاعلام وسائل الاعلام الرسميه ما سمعناش، ما جوست بالتليفونات الناس خبرت بعضها مع العشرة كيكا مشينا خذينا احتياطاتنا في الماء، عبيت ماكسيموم اللي عندي معناتها اواني وكذا وشويه بابز منا ومنا وانا عندي وجاني تليفون اخر يلزمني نمشي لتونس، خليتها كيكا الدار سكرت. ومن بعد كلمتني مدام خاطر راني روحت زدت عبيت شويه ماء، والى حد الساعه ما عندناش اما عندنا المعلومه الماء قاعد يتقص. معناها بدا يتقص الماء. بدا يتقص. ما قالوا لكمش وقتاش قد باش يقعد الاضراب هذا؟ القطاع قد باش يدوم بالضبط؟ المعلومة اللي دور يقولوا يرجع بعد 24 ساعة حاجة هكا غدوة ولا عشية. برشا 24 ساعة مش مشكل. اي 24 ساعة مش مشكلة، ما شاء الله. هو الأسباب ما عرفناهاش نحن، المشكل الأسباب الرئيسية ما سمعناش وسائل الإعلام الرسمية. التلفزة تفرجت في أخبار تونس أنا البارح، وسائل الإعلام الرسمية ما سمعناش. هو أنت قلت إضراب، هو إضراب عوين سونات. هو فما حاجة صارت، فهمت؟ فما عطب صار. ثم عطب جوستمون. هو كان جاوي ثم سابق اعلام تكون العملية خير، فيها معناتها رؤية على الأقل واضحة والإنسان يقبلها من نوع ما تكون مقبولة. أما كي على غفلة ويزيد في وقت حساس الصباح وناس ما في بالهاش تولي مقلقة. من بعد جوستو أكيد راهو الماء مخصوص، راهو خاطر دارت معلومه بدا يتقص بشويه وينقص. انا خرجت من الدار ما نجمش ناكد لك، فهمني؟ اما اكيد الماء مخصوص وان شاء الله يرجع غدوه، ان شاء الله يرجع، فهمني؟ وحقه ثم سابق اعلام هذا والمولين احنا سواء عطب ولا هما هبطوا معناها هبطوا على الباج نتاعهم اللي هما سيتم انقطاع المياه قال لك من غدوه. شوف الباج تاع الفيسبوك ماهيش وسيلة إعلام رسمية، وسيلة الإعلام الرسمية هو القنوات الرسمية هي الإذاعة والتلفزة. أغلبية الناس تتفرج في الإذاعة والتلفزة، هذيك قناة رسمية يا إخوة، خاطر برشا حاجات تهبط في الفيسبوك وفي الآخر ما نلقاوهاش صحيحة، فهمني؟ ما ناخذوهاش بجديات. تبقى صفحتهم هما هبطوا عليها. ثم ناس تهتم بالفيسبوك وتقراه، ثم ناس ما تقراش، ثم برشا ناس عندها مشاغل اخرى ما تقراش. الاولى تكون وسيله الاعلام الرسميه هي الاذاعه والتلفزه. كان سابقا يقع الاعلام عن طريق الوسائل الرسميه الاذاعه والتلفزه، المره دي ما وقعش. فين الاشكال بالضبط؟ اللي وسائل الاعلام الرسميه ما علمتناش، كي علمونا ميساج ثم عطب يصلحوها. ما الاضراب في حد ذاته هو اضراب نقابي في حد ذاته يشكل قلق اكثر، على خاطر اضراب في ظروف كيما هذه من نوعا ما يولي مقلق اكثر من العتب، على خاطر عتب امور فنيه يقع تدارك نتاعها، والاضراب الاضراب ينجم يتطور. نخافوا نحن لا يقدر يكون اضراب، ينجم يتطور. هو مش اضراب يعني الاعوان اللي يخدموا في الصونات، اضراب في توزيع المياه، يعني فما عتب صار وقاعدين يصلحوا فيه. كيكا اضراب في توزيع المياه ديما راهو الاعلام سابق الاعلام يكون خير. نحن الاشكال اللي سمعنا في الصباح نورمالمون يعلمونا في الليل، فهمني؟ الصباح دار الاخبار، فهمني؟ خاطر في الليل الوسائل الرسميه ما ثماش، ما ثم حتى شيء في التلفزه وفي الاذاعه، ما ثم حتى خبر يدور، فهمني؟ ان شاء الله المره الجايه كي يقع كي ماذا بينا نحن المطلب الوحيد يعودوا يعلمونا كي ثم عطب في سوا في المياه ولا في الكهرباء عن طريق الوسائل الاعلام الرسميه. الاذاعه والتلفزه هما الوسائل الاعلام الرسميه اللي عاده التونسي في 8 متاع الليل يتفرج في التلفزه. ثماش واحد في العائله من العائله التونسيه لازم تلقى واحد يتفرج في التلفزه في 8 متاع الليل، يكون على الاقل شد. وعلاش 8؟ خاطر اذا ثم جامعه 8 تجمع الاخبار كل تاع نهار كامل تلخص، فهمني؟ ماذا بينا يقع التدارك مره جايه في وسائل الاعلام الرسميه وهما احرار معناتها باش يصلحوا دو بريفيرونس، ماذا بينا يصلحوا نحن ويقع التدارك هذا معناتها العطب الفني هذا يقع تداركه ومع الاعلام السابق
وان شاء الله ما يطولش وكاو. هما مسيو راهو اول ما صار العطب يعني يعلموا الناس الكل، اما انت يمكن المشكله الوحيده حقهم يعني يعلموا في. انا ما نتبعش الفيسبوك، ما نكذبش عليك. عندك الحق، فهمت. تبعش مش انا بركه، راهو برشا توانسه ما يهتموش بالفيسبوك، خاطر الفيسبوك ربما ياخذ برشا وقت من المواطن. هو فيه منافع وفيه مضر، ياخذ برشا وقت ويولي معناتها يجبد المواطن ليه ياسر، ويتلاه في الاولى معناتها يتلاه مشاغله الشخصيه قبل ما يتلاه مشاغل الغير. اما ثم تلقى في كل عائله ثم انا عن طريق المدام هي اللي علمتني، عندها الفيسبوك نتاعها وهي علمتني، فهمني؟ سينو ما نعلمش انا، خاطر التليفون نتاعي صغير ما فيهش الريزو هذا فيسبوك. سو كيف ما نتبعش ياسر، ما نهتمش به، ما نكذبش عليك، خاطر ثم في العائله ثم شكون عنده. تو الاخبار الكل المسيو تلقاها في الباجات الرسميه يعني. في الباجات الرسميه والله ايش باش نقول لك انا شخصيا كان جات. تسمع معلومه هكا ولا لا؟ لا الاهتمام عندي تليفون كبير ولكن ما ماكش مغروم مسيو. مغروم به، فوالا مانيش مغروم به. دو بريفيرونس نشوف تلفزه ديريكت اذاعه حاجه كيما ما هكا يضرني كي. ما عندكش مع العالم الافتراضي. ليه العالم الافتراضي هاو نسمعوا كلهم نسمعوا فيه الشيء يدور راك تشوف ما ثماش حاجه متخبيه ما يتخبى حتى شيء. انا نحب نوعا ما راحه البال خاطر هذيك يقلق راهو اي ثم واقعي امور واقعيه وثم اخبار يتخبى هو في نهايه المطاف مش لكان حاجه مهمه باش تلقاها في الاذاعه وفي التلفزه باش تلقاها. فهمني هما يسبقوا شويه راهو الفيسبوك يسبق الاعلام السريع. اي الاعلام السريع هذا هو المطلوب معناتها ماذا بينا نحن مع الفيسبوك ما ماذا بينا حاجه متطوره ما فيها باس نكونوا مواكبين العصر اما يزيدوا ما يبعدوش على الوسائل الاعلام الرسميه. المهم ان شاء الله يكونوا السكان معناها نتاع الولايات اللي باش ينقطع عليهم الماء قراوا حسابهم وخذوا احتياطاتهم الكل. احنا كي والله عن طريق الصدفه باش نقول لك سينو يتقص الماء بون اغلبيه التوانسه هما راهم بالنسبه لاستهلاك الماء يشربوا في كذا الماء معلب معناتها في الدبابز الناس يشربوا في الدبابز والمعون ودوش وتسييق ودوش وكذا اي هذا هو هذاك اللي به الفائده اي هو اللي اهم في بالنسبه اللي عنده عائله اولاد الكبير يتحمل شويه ما ثم صغار ما ينجموش. يعطيك الصحه مسيو نخلي لك الكلمه الاخيره باش تنصح العباد اللي معناها ما تعرفش كيفاش تتعايش مع الوضع هذا نتاع انقطاع المياه. ماذا بينا نحن الناس تكون ماخذه احتياطاتها ساعة سواء ثم انقطاع ماء مع الاعلام والا بلاش اعلام يكون عنده واجب الاحتياط هو يحتاط المواطن بطبيعته ويبدا عنده شويه مخزون ماء احتياطي على ما يواتي ما نعرفوش نحن خاطر الظروف شنو تجيب لنا ينجم يكون انقطاع حتى فجئي يكون انسان عنده شويه احتياطات شويه معناتها اواني كبيره شويه يخزن فيها شويه ماء ويستهلكوا لكن ما وقعش انقطاع ماء يستهلكوا في ظرف جمعه باش ما يتعفنش وان شاء الله القادم خير. شكرا.